السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مريم عماد. إن شاء الله in this course يكون معي سورة القارعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.